بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة العامة للقوات المسلحة. بيان. بسم الله والوطن. حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد. تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة. 21 ضابط وعدد من الصف والجنود. تمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الإنقلابيون. ما زال البحث والتحري جاري للقبض على بقية المتورطين. الله أكبر والعزة للسودان.